صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة، كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليست دي هتلاقي فيها كل ما يتعلق بالسي شارب، هتلاقي فيها من الحلقة الأولى وحتى الحلقة 80 أساسيات للمبتدئين، وهتلاقي فيها من الحلقة 81 وحتى الحلقة 200 هتلاقي فيها Forms Desktop Applications، وهتلاقي فيها من أول حلقة 201 وحتى الحلقة 300 Object Oriented Programming للغة C Sharp، وهتلاقي فيها من أول حلقة 301 وحتى الحلقة 400 webform.asp.net، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة محدثة دائما بفضل الله بتضم كل الكلام ده، علشان لو عايز تشوفه كله على بعضه أو لو عايز تشوفه أجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي إلا وإنت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون أقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة أكاديمي www.hassuna-academy.com، وتدخل على انضم إلينا، وتدخل على إنشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات أو حاجات في الشاشة الرئيسية أو تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 631 من كورس سي شارب داتابيز بارت، ودلوقتي معدنا مع السيكوال لايت، هنشتغل معاها ديسكونكتد مود. طيب واحدة واحدة بقى، تعال الأول نعمل المشروع، نعمل نيو بروجكت نسميه ديسكونكتد مود. ليه؟ مع السيكوال لايت. ودي ايه؟ انتر. خلاص اعمل المشروع اهو. تمام ماشي، ادي التكست اللي على الفور، نغيره كده خلاص، ونخليها تظهر في المنتصف، وكمان الفونت نخليه على 14. تمام، نكبرها كده شوية، و ننزل فيها بايندنج نافيجيتور وداتا جريد فيو، ونخلي الداتا جريد فيو دوك امبيرنت كونتينر، ونغير في الخاصيتين بتوعها هنا في الكولومنز وروز، نخليهم على اول سيلز الاثنين كده اول سيلز خلاص. ونزود هنا الزرار اللي بنزوده في كل مره، ونكتب في التكست بتاعه سيف اول تشينجز. تمام، طيب لغايه كده تمام. نيجي هنا نخلي بس الديسبلاي بتاعها ايه على تكست، ونشوف بقى الملفات بدل ما نحملها من الانترنت، نشوف اللي احنا محتاجينه ونشغله. يعني تقريبا احنا كنا باين اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده واحنا شغالين على الكونكت مع سيكوال لايت، او في حلقه من الحلقات واحنا بننزل الدي دي الز بتاعته تقريبا. تعالى ندخل كده نبص على الدوكيومنتس، ندخل على فيجوال ستوديو 2015، ندخل على بروجكتس كونكت سيكوال لايت اهو، هندخل على الكونكت سيكوال لايت بن ديبج. هنا بقى ايه احنا كنا جربنا قبل كده، هو في كذا حاجه، في كذا ملف، بس انا مش فاكر قوي بالظبط. اللي انا فاكره كويس ان الفولدرين دول مهمين جدا، ده مهم لنظام ال 64 وده مهم لنظام ال 32، ده اللي انا فاكره كويس ان احنا جربناه فعلا. خلاص فاحنا دول اساسي، دول ايه؟ اساسي. اعمل لي بس هنا فولدر، اعمل لي فولدر كده
الفولدر ده هنسميه سيكوال لايت دي ال ال، وخليه دلوقتي، خليه ايه دلوقتي لغايه لما نستقر على اللي احنا محتاجينه. انا دلوقتي هاخد الفولدرين دول اساسي خلاص، واخد الملف الاي اكس اي اللي انا هجرب بيه ماشي، وهاخد الكلام ده كده كله كوبي وهحطه هنا ايه بيست تمام. وتشوف بقى على حسب احتياجك محتاجه، هاخده كده كوبي واحطه هنا ايه بيست بالشكل ده كده خلاص اهو تمام كده تمام. المهم هشغل البرنامج واجرب على الديسك توب اشوف هيشتغل ولا هيعمل ايه. اه داتا بيز مش موجوده، داتا بيز ايه مش موجوده، اقفله وخد الداتا بيز 2 دي خدها كوبي وحطها بيست في نفس المكان هنا اه وعملها ماشي ايه الداتا بيز اهي ماشي. شغل بقى نشوف كده اه شغلها خلاص خلاص، ما دام شغال والعمليات الاساسيه شغاله خلاص فاهمني. اقفل بقى الكلام ده كده واحذف ال اكس اي ده، الداتا بيز دي هنحتاجها دلوقتي خليها، دول هندخلهم هنا سيكوال لايت دي ال ال اه يبقى كده سيكوال لايت دي ال ال جواه ايه ملفات الاساسيه للتشغيل. حلو قوي. هات بقى المشروع بتاعك من بروجكت واد ريفرنس، وهروح على براوز بعد كده، هدوس على براوز بعد كده هروح على الديسك توب وهروح على سيكوال لايت دي ال ال، هبقى ادخله بعدين بقى في جوه سيستم دوت داتا دوت سيكوال لايت خلاص. وادي ايه اوكي تمام كده تمام، وهنزل فيجوال ستوديو تحت ونخلي ده هنا دلوقتي ماشي، هاته من جوه اهو سيكوال لايت. هاخد الملف، هاخد الفولدرين دول كده كوبي واحطهم فين في البروجكت بتاعي، كليك يمين هنا وافتح المكان بتاع البروجكت. انا كده بفضل الله شغلتك بالطريقتين، طريقه ان انا احملها من الانترنت السيكوال لايت، والطريقه الثانيه اهو معاك ملف الدي ال ال وبتنادي عليه مفيش اي مشكله خلاص. اقفل بقى الكلام ده كده، ولا قفلته ليه؟ مش كنا عايزين نحط داتابيس؟ مش مشكله افتحه تاني سهل. هات البن الديبج وهات الداتابيس فين هي؟ كانت هنا اهي، هتاخدها كات وحطها هنا ايه بيست كده، الداتابيس بقت ايه في نفس المكان معاك خلاص كده جاهزين للشغل. تبدا بقى ايه تبدا تشتغل ماشي. ادي ايه دبل كليك على الفورم وهطلع فوق اعمل النيم سبيس اد يوزنج لي سيستم دوت داتا دوت سيكوال لايت اوكي سيستم دوت داتا دوت سيكوال لايت، وادي ايه سيمي كولن. وهاجي هنا هعرف سيكوال لايت داتا ادابتر هسميه ادابتر، وبيساوي نيو من الاس كيو ال لايت داتا ادابتر، وهنا هحط سيلكت استرسك فروم ام وبعد كده كوما، وهنجيب الكونكشن سترنج السهل جدا الداتا سورس اسم الداتا بيز اهو كوبي ونحطه هنا ايه نحطه هنا بيست بالشكل ده واعمل سين كولر. وهنعرف داتا ست هسميها دي اس بتساوي نيو من الداتا ست وقوسين فاضيين وسيمي كولر. هاجي هنا في اللود بتاع الفورم هقول لها ادابتر ايوه دوت فيل ليه للدي اس بس، وادي ايه سيمي كولر ماشي. واجي بعد كده هعمل بايندينج سورس هسميه بي اس بتساوي نيو بايندينج سورس وقوسين فاضيين وسيمي كولون، والبي اس دي دوت داتا سورس بتساوي التابل اللي جوه الدي اس اللي هو اول واحد، وادي سيمي كولون. بعد كده هديها للاثنين للبايندينج نافيجيتور والداتا جريد فيو، ادي البايندينج نافيجيتور 1 دوت البايندينج سورس بتاعها بيساوي الايه البي اس، وادي سيمي كولون. وادي عندك الداتا جريد فيو 1 دوت داتا سورس بتساوي مين نفس الايه البي اس والسيمي كولون.
شغل كده ونجرب نطمن كده على الشغل بتاعنا. ده بيبني البروجكت اهو. ماله وريني ايه المشكلة اللي فيه. شيك تو اسمبلي. عايز حاجة معاه. عايز حاجة معاه في الشغل. ماشي كده بقى هنبدأ نتعلم بقى ناخد من الملفات اللي جوه الدي دي ال اللي جوه فين. هو كده محتاج حاجة من الدي دي ال الدي ال ال اللي جوه. ادخل على الدوكيومنتس، ادخل على فيجوال ستوديو 2015، ادخل على البروجكتس. تمام. بعد كده ندخل على كونكت سيكوال لايت. كونكت سيكوال لايت بين ديبج. هو مش كاتب لي هنا هو موضح محتاج ايه بالظبط. طيب مفيش مشكله احنا كده كده ادي عندك انتيتي فريم ورك وانتيتي فريم ورك سيكوال سيرفر دي ال ال، وفي عندك في كذا حاجه من سيكوال لايت دول ممكن يكون بيستخدمهم في اتنين اهم. تعال نجرب نحط الاتنين دول الاول قبل الانتيتي فريم ورك. ناخد كوبي. ممكن يكون محتاج الانتيتي فريم ورك، ايه المشكله؟ انا ما اعرفش هو مبرمجين ايه جوه، يعني ممكن يكون هو فعلا محتاج حاجه جوه من الحاجات دي. احط دول هنا كده. انا ليه بحطهم هنا؟ عشان ما انساش، عشان لما ارجع في اي وقت للفولدر ده يبقى فيه كل الحاجه اللي انا محتاجها. فاهم الفكره؟ تعال نجرب بقى كده نحط الملفين دول ونشوف. ادي من بروجكت، اد ريفرنس وبراوز براوز. هنروح على الديسكتوب ودي بي دي ال ال سيكوال لايت دي ال ال. ناخد ده وده اد وادي ايه. اوكي ونجرب كده شغل البروجكت تاني. ماشي يبقى هو محتاج الاثنين التانيين. ماشي سيكوال لايت داتا ادابتر. ما هو ما احنا عاملين النيم سبيس دوت سيكوال لايت. ايوه هو ده سيكوال لايت. خلاص مش عايزين حاجه تانية. هو شال التاني ولا ايه؟ هات يا عم اد ريفرنس تاني ورينا عمل ايه هو. ما هو ده اساسا هم حاطينه اهو. مفيش فيه اي مشكله. شيل ده يعني. ماشي شيل ده. اوكي ها بقعد كده ولا ايه؟ طيب هقول لك على حاجه. بروجكت اد ريفرنس شيل كل ده. شيل كل ده. اوكي ماشي شيل كل كده. مفيش اي حاجه هنا خالص. ماشي هات بقى بقيه الملفات من هنا. دي ال ال هنا اهو وده دي ال ال هنا. في حاجه تاني؟ في ملفات دي ال ال تاني؟ مفيش كده خلاص. خدهم كوبي ونحطهم ايه هنا بيست كده. الملفات كلها هنا. بس انا لما هنده على ده بس ونجرب. نجرب اهو من بروجكت اد ريفرنس وبراوز. هدوس براوز وهجيب الايه سيستم دوت داتا دوت سيكوال لايت بس وهدوس اوكي. اشوف هو هيسحب الملفات لوحده ولا لا. شغل كده. اشتغل اهو. يبقى هو سحب الملفات لوحده. ده اللي انا فهمته دلوقتي. خدت بالك؟ يعني انا اهم حاجه انا بخلي له الملفات موجوده. بص اقفل كده وادخل على البروجكت اهو. كليك يمين على البروجكت وافتح البروجكت نفسه. ماشي بين ديبج. هو لوحده بقى بيتصرف. هو لوحده ايه بيتصرف بيلقط من المكان اللي فيه الملفات دي. المهم في الاخر انت كده كده لما هتاخد ملف الاكس اي هيشتغل معاك لما جربنا من شويه. خلاص كده تمام. واحتياطي برضو اخلي جنبيه ملفات الدي ال ال دي كلها.
تمام. طيب عايزين نعمل ايه بقى؟ عايزين ندخل هنا ونعمل سيف اول تشينجز، دبل كليك عليه ماشي، وهنعمل تراي وايه وكاتش تمام. وهنيجي هنا ادي ايه اكس، لو حصل حاجه ادي ايه مسج بوكس قول لي ايه في مشكله اكس بوكس ايه مسج، خلاص كده. وهنيجي هنا هعمل سيكوال لايت كوماند بيلدر هسميه سي بي بتساوي نيو من الايه من السيكوال لايت كوماند بيلدر، وجوه القوسين دول هحط الايه الادابتر ده وادي ايه سيمي كولن. وبعد كده هنده على الادابتر هقول له دوت ابديت وحط لي ايه مع الدي اس مع الداتا سيت دي قارن بينها وبين الداتابيز بس. وبعد كده اقول لي ايه طلع لي رساله قول لي ان هو ايه سيفد، وادي ايه شغل اف 5 ونجرب. ده اللي جاي من الداتابيز اللي هي السيكوال لايت اللي عندنا تمام. اه نغير كده تغيير سريع، ادي مثلا ايه علي احمد محمد حسونه خلاص، وبدل جيزه خليه اليكس، وبدل 3800 خليه 3900، وبدل قسم رقم 1 قسم رقم 2 كده غيرنا. ننزل تحت نحذف 37 ونعمل اضافه ل 39 تمام. عمر تامر احمد اليكس 3900 قسم رقم 1، حذفنا وضفنا وعملنا. ندوس بقى ايه على سيف اول تشينجز، قال لي سيفت، اقفل البرنامج واسهل لنا نفتحه تاني على طول لما نقعد نفتح السيكوال لايت والكلام ده. هو كده كده بيجيب من داتابيز اهو، غير دي وغير دي وغير دي وغير دي، وتحت حذف اللي اتحذف واخد بالك، وضاف اللي اتضاف، كل حاجه ايه تمام بفضل الله. يبقى احنا كده عملنا برنامج ديسكونكتد مود مع داتابيز سيكوال لايت بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهده اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتاكد تماما انك اي حاجه بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجه بتنشرها للناس.